أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وأهلا بضيف الكريم السيد مناف عبد المنعم، مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك أستاذ رافد، وأهلا وسهلا بقناة العراقية وبرنامج الحقيبة الثامنة. شكرا لك. بداية، حدثني عن بداية تسنمكم لمنصب مدير عام الخطوط الجوية العراقية. ماذا وضعتم يعني هدف نصب أعينكم؟ حقيقة هي كانت مسألة تحدي، النجاح الفشل، مثل ما يقولون الإنجليز to be or not to be. لأنه حقيقة هي الشركة، يعني أنا أحد موظفيها، صار لي يعني تقريبا 23 سنة، نعم، فأعرف أماكن الخلل اللي بيها، مديونيتها، الطائرات المتوقفة، الترهل الوظيفي أو عدد الموظفين الزائد عن الحاجة. فهي كانت مسألة تحدي بيني وبين نفسي، نعم، أنه أنجح وأقبل بهذا التحدي أم أكون متراجع إلى الخلف، ومثل ما يقولون أنه أكون ضمن اللي يقول ما لي علاقة نعم، وأخلي مسؤوليتي. لكن حقيقة تحتم علي الواجب الوطني وشعوري بالمسؤولية تجاه الشركة أن أقبل بهذا المنصب وإدارة الشركة، خصوصا عندما حقيقة وجدت هذا الدافع الرئيسي، نعم، أنه دولة رئيس الوزراء الحالية ووزير النقل الحالي هم ناس يستحقون أن واحد أن يقدم لهم العطاء وأن يبذل قصار جهدهم، لأنه حقيقة ناس وطنيين همهم هو مصلحة المواطن والبلد. هذا ياخذني لسؤال، انه يعني الدعم الحكومي المقدم لكم في هذه الحكومة. حقيقة الدعم مستمر ومتواصل للناقل الوطني العراقي كشركة خطوط جوية عراقية. نعم، نوع هذا الدعم؟ دعم مادي، دعم معنوي، دعم بشري. من ضمنها مثلا اللي واجهتنا خلال فترة الزيارة الأربعينية اللي مضت وموسم الحج، صار عندنا فد خلل بالتشغيل نتيجة قلة أعداد المضيفين. نعم، فلذلك أمر رئيس الوزراء وأخذ بقرار مجلس الوزراء أنه تستثنى الخطوط ومنحها أن تتعاقد مع 100 مضيفة لزيادة عدد هذا الكادر وسد النقص الحالي. وتم التعاقد؟ حاليا لا، هو احنا في الاطوار النهائيه. احنا بالنسبه لنا كمجلس اداره عدينا الضوابط، نعم، حسب دليل العمل التشغيل بما يخص التظيف والطيارين، وتم رفعه للوزاره لمفاتحه الجهات المعنيه. بعد ذلك يصدر القرار وتم مقابلتهم مقابله من قبل اللجنه المختصه، وياخذ مثل ما يقولون السكور الاعلى يكون حظ في التعاقد مع الخطوط أكبر طبعا. طيب، هل هناك دعم آخر؟ أكيد هناك أكو دعم مادي أيضا، حيث تم منح الخطوط الجوية العراقية من خلال يعني دعم دولة رئيس الوزراء منحة 50 مليار دولار. بوبت هذه 50 مليار دولار لصيانة محركات الطائرات وأرجل الطائرات. هذا بما يخص دعم صيانة الطائرات المتوقفة وليس العاطلة، وأصر نعم على كلمة متوقفة لأنه الناس ده تخلط بين العاطل والمتوقف، وإذا يسع الوقت راح أبين لك. يعني باختصار شنو الفرق بينهم؟ العطل هو عطل، عطل منظومة أو عطل جزء، لكن التوقف نتيجة انتهاء عمر، نعم، عمر تشغيلي او عمر كالندر نسميه، العمر الافتراضي للطائره مثلا انتهى، العمر الرزنامي، نعم، او يسموه الهارد تايم كومبوننت. نعم، فهذا عمر، يعني الشركه من تصنع يقول 10 سنين ولازم يندز اوفر، فهو 10 سنين سواء انت اشتغلت بها او ما اشتغلت بها. زين، فهي بس حبيت اوضحها للمواطن العراقي، بالاضافه الى انه هذه اجت ال 50 مليار، نعم، لدعم هذا ضمن الموضوع، الموازنه الجاريه، نعم، دعم إلى شركة الخطوط لإعادة أكبر عدد من الطائرات المتوقفة. المتوقفة. نعم. وحقيقة البارحة السيد وزير النقل حول لي الكتاب على الواتساب وقال لي مناف استثمر هذا المبلغ وطلع به أكبر عدد من الطائرات، ويعني يكون الصرف في محله، وإن شاء الله نكون إحنا. طيب، هذه راح تعاد مثلا الطائرات إلى الشركات المصنعة وإعادة تأهيلها؟ طبعا طبعا، الجزء مثلا المنتهي عمره سواء كان محرك أو منظومة أرجل طائرات ترسل إلى شركة معتمدة أم
لغرض صيانتها ثم تعود للبلد ويتم تثبيتها على الطائرة وترجع للخدمة. عندنا عدد كبير من الطائرات المتوقفة؟ عندنا نعم أعداد، مجموع الطائرات العراقية هي 43 طائرة، المتوقف من عندها 20 طائرة. والمتحرك؟ المتحرك 23. 23 متحرك. نعم. حاليا احنا بطور اعداد كم من الطائرات المتوقفه؟ هي اكو خطه عندنا وضعناها مع القسم الفني لاعاده تاهيل اكبر عدد من الطائرات خلال الستة اشهر القادمه. مثلا على سبيل المثال للحصر، مثلا عندنا طائره الايرباص 220 اللي متوقفه من في تونس نتيجه الخلل اللي صار بالمحرك، ان شاء الله باكر او عقبه تعود الى البلد وللخدمه. الطائرة الماكس اللي وصلت آخر وحدة من العقد المتفق مع البوينغ، هي كآخر وحدة وصلت إلى البلد وليس آخر طائرة، تم تعرضها إلى حادث من قبل ناقلة الوقود نتيجة الظروف الراهنة اللي دفعت ممثلين شركة البوينغ الخروج من العراق. هذا خلانا يعني نشحذ همم الكادر الفني ويتم تصليح الطائرة بكوادر عراقية صرفة من المتقاعدين والموظفين الحاليين. تمام. ضمن أوامر عمل من شركة المصنعة، وأخذنا بها موافقة من البوينغ ومن سلطة الطيران العراقي إلى أن تحلق إلى أمريكا في كاليفورنيا، حيث راح يتم التصليح الدائمي والنهائي، وإن شاء الله موعد رجوعها يكون 31/12 في هذه السنة إن شاء الله بالتوفيق. طيب خلينا نتحدث عن في محور آخر، خلينا نتحدث عن الديون الخارجية. ماذا فعلتم بالديون الخارجية التي كانت على الخطوط الجوية العراقية؟ الديون الخارجية هي كانت متراكمة على الخطوط. نعم. كانت تأثر على عملية التشغيل، حيث كان يصير أكو حجز على الطائرات أو عملية تأخير تصل إلى ساعتين ثلاثة، بل وصلت إلى 5 ساعات. منذ تسلمنا إدارة الشركة كان هذا هو الهدف الأول حقيقة. نعم. لأنه أنت تريد تمشي عملية التشغيل بصورة يعني سلسة سموث، ولأنه عندنا رحلات مرتبطة، مثلا أنت تطير مثلا بغداد اسطنبول بغداد، وراها عندك رحلة مثلا تسويها بغداد أربيل بغداد، فأي تأخير ديلي يصير في هذه الرحلة راح يأثر على الرحلة الثانية وهذا بالتتابع. حقيقة قعدنا يعني آني والقسم المالي جردنا الموجود من خزينة، فاتحت الشركات بنفسي ومباشرة عبر الهاتف، طلبت من عندهم أن يرفعون هذا الضغط، لأنه كون الإدارة هي إدارة جديدة. تجاوبوا حقيقة معي الشركات، لكن كانوا يردون المصداقية في الوعود وفي جدولة الديون. نعم. فكان هذا هو الهدف الرئيسي، وثبت لهم هذا الحمد لله والشكر، ورجعت ثقة الشركات المانحة للخدمة ومزودة الخدمة الطائرة العراقية أو الشركات الأم الأخرى، لأنه أيضا لقيت شركة إيرباص تطلبنا وشركة فوكر أيضا تطلبنا اللي هي مال صيانة، أيضا سددتها ورجعت الثقة والتعامل بشكل سلس. حاليا تم تسديد كافة الديون؟ الحمد لله. حاليا خطوط الجوية العراقية ما عندها ديون خارجيا غير مديونة، لكن نعم. عندنا ديون داخلية مع مصرف الرشيد والرافدين. نعم. طيب الديون المستحقة للخطوط الجوية العراقية من قبل الوكلاء أو آخرين؟ هي شوف حقيقة هي أكو حقبة كانت يعني حقبة الدفع المسبق وما قبلها. نعم. الدفع المسبق فعلناه في 1/6 في هذه السنة 2023 من سنة 23 بالضبط. نعم. فأي وكيل هسه ما نطلب دينار، ليش؟ لأنه هي عملية مثل الرصيد الموبايل، تعبي 10,000 تستخدم اتصالك ب10,000. نعم. خلصت 10,000 انتهى الموضوع. فهو ايش قد يحط رصيد مسبق راح يقدر يقطع بهذا الرصيد، خلص الرصيد ينتهي السيستم يتوقف عليه، يعني بعد 1/6/23 كل شيء مدفوع مسبقا. نعم. 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 في الفتره اللي سابقه لا، كان هذا النظام غير مفعل. نعم. وحقيقه كانت اكو خروقات يعني تحدث في من الوكيل او من موظفين الشركه مما ترتب عليها ديون. نعم. اللي عملنا انه قعدت مع القسم القانوني والقسم المالي والقسم التجاري كشعبه انظمه اللي هو معني بفتح النظام. نعم. قررنا انه اللي عليه ديون يغلق عليه النظام، واخذنا به الاجراءات القانونيه. نعطي انذار مهله 10 ايام، بعد ذلك يتم
رافع كتاب رسمي في مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة. وحاليا أنتم في مرحلة استحصال هذه الأموال؟ الحمد لله، نعم. نعم. طيب خلينا ننتقل إلى محور ملامس يعني مباشر مع المواطن. نعم. فتحتم الحجوزات الإلكترونية. نعم. هذه الطريقة، الحجوزات الإلكترونية، زادت من إقبال المواطنين، سهلت عليهم عملية الحجز؟ الحمد لله، أكيد. نعم. طبعا هي جميع شركات الطيران تعمل بالحجز الإلكتروني، سواء نعم. كان ويب سايت أو أبليكيشن. بالتأكيد. إحنا كانت هاي مسألة تحدي أيضا واجهتنا في تسنمنا للإدارة. ما أخفي عليك، الكادر القسم التجاري بذل قصارى جهده، بالإضافة إلى كادر قسم الآي تي في الشركة. نعم. العملية كانت تتطلب إيجاد وسيط، اللي هو الشركات المعنية في الربط بين إحنا نظامنا نظام أماديوس وإحنا المستفيد. نعم. فكان يحتاج أكو ربط بين شركة أماديوس المزودة للخدمة والمستفيد كشركة. فتم التعاقد مع شركتين سويتش والتبادل، اللي قدرت تسوي ميرج أو انتجريشن، تداخل عفو، بين نظام أماديوس وحاجة الخطوط الجوية العراقية، وبالتعاون مع قسم الآي تي، بحيث صار أكو ويب سايت ويندو تنفتح بها أوبشنات يقدر يستخدمها المواطن بصورة سلسة. طيب هذا للحجز. يتيح للمواطن نظام الحجز المتطور؟ احنا هذا تعتبر البداية. نعم. والبداية بها أخطاء، لكن احنا وضعنا ضمن يعني نصب عنا هدفين رئيسية. أولا إصدار التكت بالشكل الصحيح. نعم. اثنين مراقبة انتقال الأموال، لأن تعرف هذا ترانزاكشن. بالضبط. فكان هذا هو نقطة الخوف، لكن احنا أمننا نفسنا الحمد لله والشكر، والمراقبة جادة عبر النظام للعملية الترانزاكشن اللي تصير من المواطن لحد ما تنزل في رصيد الخطوط. البرنامج هسه حاليا مفعل مثل ما ذكرت لك كويب سايت، ان شاء الله بعد مرور شهر ونص او شهرين راح ننزل التطبيق. تطبيق طبعا يكون التطبيق اسهل للمواطن بالتأكيد، ويكون فاميليار بيها اكثر. نعم. ان شاء الله خلال بعد الشهرين اذا انفتح التطبيق يكون المواطن حتى يقدر يحجز حتى المقعد مالته. هذه اوبشن، لانه هي 3 مراحل استاذ، حتى وجبه الاكل وحتى. نعم، يختار. نعم. المقعد ويختار وجبه الطعام. نعم. بالتالي اذا وصلنا لهذه المرحله، واللي هي احنا نعطيها سقف زمني 6 اشهر ان شاء الله، نكون احنا يعني نافسنا الشركات إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حدثني عن عدد الوجهات المتاحة أمام الخطوط الجوية العراقية، وهل هناك في النية أنه وجهات أخرى تنفتح قريبا؟ حاليا الخطوط الوجهات المتاحة أو المعمول بها من جميع مطارات العراق هي تقريبا 50 وجهة. نعم. طبعا أكيد في تزايد الأعداد، اللي الطائرات اللي راح تجينا من شركة بوينغ ضمن العقد الحكومي، راح نحتاج نفتح وجهات أخرى. احنا حاليا هسه في صدد فتح محطه جديده اللي هي كوالالمبور في ماليزيا، بعد ذلك راح نكون متجهين نحو اندونيسيا، جاكرتا وجزيره بالي. بنفس الوقت عندنا طموح ان خلال الاشهر القادمه ان نشغل بنظام ال 83 بيس، يعني 83 بي اي اس. نعم. اللي يتيح لنا نطير بطيارتنا وبكادرنا إلى أوروبا وكندا وأمريكا. هذا نرجع للموضوع، لكن اسمح لي أخذ فاصل. على راحتك. مشاهدينا فاصل ونعود. أشكر القائمين على الخطوط، القائمين على الخطوط الجوية العراقية. بصراحة أنا حتى حكيت ويا الولد اللي موجودين بالخدمة، يعني شكرت من عندهم، لأن كانت الخدمة جيدة جداً، وطائرة نظيفة وحديثة، وارتاحت. وأنا أسافر دائما، يعني أطلع بأوروبا أطلع، والكوريا الجنوبية أطلع. الطائرات يعني بس القطرية والإماراتية كانت جيدة جدا، اللي نرتاح بيها يعني. الوجبة المقدمة جيدة جدا الحمد لله والشكر، يعني فشي جيد جدا. حتى طلبتها مرتين بالمناسبة، مواعيد جيدة جدا كانت بوقتها، والوصول قبل الموعد أصلا همينة الحمد لله والشكر. انطلقنا ساعة واحدة وتقريبا ونص، يعني لا عفو 2:45، والحمد لله والشكر وصلنا 4:15، والوجبة كانت كلش ممتازة وحلوة وزينة وطيبة يعني. وأكيد أكيد هي النفس العراقية غير شكل. والله أمانة إحنا اليوم صعدنا بطائرة، طائرة كلش مرتبة، طائرة بها أنظمة حديثة كلش،
والكادر بعد احسن. طرنا من اسطنبول بالموعد المحدد طبعا طبعا بالموعد المحدد، ووصلنا بالموعد المحدد الحمد لله والشكر. خدمات جيده جدا، وطائره بها انظمه حديثه، حتى الانترنت استخدمنا بهاي الطياره جديده الظاهر. فاحنا نشكر الخطوط الجويه العراقيه والكادر العامله بالخطوط الجويه العراقيه. والله كل الزينه، رحم الله والديكم، والله ان شاء الله يكثر من امتك. طلعت موعدها الطياره ان شاء الله. اي والله موعدها، وصلت موعدها ان شاء الله. وجبت الاكل شلون كانت؟ والله عاشت ايديكم والله العظيم، بس مو قدام الكاميرا يعني واحد يحكي الحق. ممتازه من زمان من ابو جد احنا الا العراقيه يعني، بس هسه التاخير اولا هذا اللي يعني مضوجنا، والخدمات اللي بالمطار مو بالطيارة. بالطيارة لا، قايمين بالواجب ما شاء الله حسب الأصول واحترامات، والطيارة مريحة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وأهلا بضيفي الكريم. كنا نتحدث عن عدد الوجهات المتاحة أمام الخطوط الجوية العراقية. نعم. حدثتني أنه يعني هناك طريقة تتيح لكم أنه السفر إلى أوروبا. نعم، احنا حاليا تعرف كشركة خطوط جوية عراقية هي محظورة من الطيران الأوروبي في سماء ومطارات أوروبا. نعم. فعلنا نظام يسموه الـ ACMI أكمي، أجرنا طائرة بطاقمها لتشغيل خط أوروبا لأنه هو يعتبر من الخطوط الناجحة. نعم. هذه كمرحلة أولى، العقد هو لمدة 5 أشهر. خلال هذه 5 أشهر راح نشتغل على تفعيل التشغيل بطريقة الـ 83 بس اللي هي 83 BIS. هذه الطريقة تتيح إلى الطائرة العراقية بطاقمها تطير إلى أوروبا، فمجرد أنه هي شهادة التشغيل تكون مو شهادة عراقية. يعني بمعنى حتى تسهل على المواطن تأجير رخصة؟ يعني هي شهادة تشغيلية. نعم. احنا الخطوط من تستوفي متطلباتها اتجاه الإياسة. متى تستوفي الخطوط الجوية العراقية متطلبات الجهة الأوروبية؟ سؤال حتى جيد جدا. حتى ممكن انه الطائر الأخضر يدخل الأراضي الأوروبية؟ نعم، احنا تعرف استاذ رافد الخطوط صار لها فترة بالحظر حقيقة، يعني صارت عدة تعاقدات. نعم. لكن ما كانت اكو جدية في ان يخرج الطائر العراقي من هذا الحظر. لكن أكاد مو أكاد وإنما أجزم أنه هذه الدولة برعاية رئيس الوزراء وباهتمام مباشر من قبل معالي وزير النقل أنه جادة فعلا في أن تعود الطائر الأخضر إلى سماء أوروبا. نعم. بحيث أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أمر ديواني معنية في رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران، لأن أيضا سلطة الطيران أيضا عليها ملاحظات. نعم. النقاط اللي سجلت بسبب الحظر الأوروبي هي عديدة، هي تشغيلية، سلامة، أعداد الطرازات اللي موجودة، أعداد الموظفين الفائضة، عدم تحديث أدلة العمل والمراقبة. يعني نتحدث على أنه يعني تفعيل مبدأ السلامة، يعني هذا يأخذنا السؤال، يعني الوجهات الأخرى ما بيها سلامة مثلا؟ لا هي موجودة، لكن نعم. معايير الإياسة بالنسبة لأوروبا زادتها، يعني على سبيل المثال نعم. أنه المواطن من يريد يكون مأمن من سير السيارات بالشارع وين يمشي؟ الرصيف. على الرصيف. نعم. لكن الإياسة قالت ابتعد عن الرصيف بعد 3 متر تكون بعد أمن. فهي زيدة المعايير. نعم. وإنما إحنا الحمد لله لا عدنا حوادث ولا عدنا الحمد لله مشاكل، بالعكس يعني طيارتنا تصان من كادر عراقي، صيانة رصينة، طيارين مدربين، تدريب راقي في مكانات معتمدة. تاريخ الخطوط الجوية العراقية عريق، يعني حتى كان الشعار ماله يمكن الأمان والثقة يعني. نعم. نعم نعم، والحمد لله وإن شاء الله يستمر إن شاء الله. طيب هل يعني لديكم أكاديمية لتدريب الطيارين الكوادر اللي موجودة بالخطوط الجوية العراقية؟ نعم، هي تعاقد مع أكاديميات عديدة، عندنا تعاقد مع دبي، مع تركيا، قاهرة، ألمانيا، إسبانيا. نعم. حسب نوع التايب، يعني بين فترة وفترة يطلع الطيار بيتشيك، هذا البيتشيك روتيني بين الحين والآخر، يدخل الطيار ضمن سيموليتر أو مشبهة
يجي عليه انستراكتور او شلون نقول المدرس او المعلم، نعم، يعطي حالات مثلا انهيار محرك، حاله حريق يصير بالطائره، حاله فقدان الضغط الجوي، حاله وذر، حاله تيربلنس يعني عدم استقراريه الطائره، نعم، شكو حالات لها علاقه مباشره بالسلامه يعطي هي بحيث يعيد تدريبه وتفاعله، لانه هو الطيار يعني عنده تشيك ليست، من يصير عنده يطلع التشيك ليست وعلى ضوءها يمشي. هو شو يريده دائما؟ انه عنده اويرنس عالي، يعني نعم، يعني تحذير مسبق، ويكون عارف شو يسوي ومدرب عليه. هذه مثلا هذه كل ثلاثة اشهر هذه؟ يعني هي حسب الاوبريشن مانيوال. نعم. احنا نقول كل ثلاثة اشهر ينعاد انترفال يروح الطيار الى بي تشيك. هذا الوقت قصير جدا، يعني هذا هناك يعني ابديت سريع على طبعا اكو تحديثات تصير. نعم. مرات يصير على المانيوال مال الطياره تحديث من الشركه الام. هذا الطيار لازم يكون مألوف بالنسبه له، فاي ريفايز يصير بالمانيوال مال الطياره يتدرب عليه الطيار. نعم. نعم. طيب واحنا نتحدث عن التدريب، هل هناك يعني دورات للكادر الفني؟ ان شاء الله احنا طبعا شرعنا خلال الفتره هذه في تدريب مهندسينا، نعم، على عده انواع من الطرازات. وان شاء الله السنه الجايه راح يتم توجه لتدريب الكادر الفني لصيانه الطائرات. على سبيل المثال دربنا على طائره الماكس، دربنا على طائره الايرباص، الايرباص بنوعها الـ A220 والـ A320 بالإضافة إلى الـ CRJ. طيب حدثني عن طريقة صيانة الطائرات أو صيانة المحركات. صيانة الطائرات هي تخضع إلى نوعيتين، يعني صيانة بشكل عام أبسط لك إياها. نعم. هي الروتين تشيك والنون روتين تشيك. زين. الروتين تشيك اللي هو معروف، اللي هو المصنع يقول مثلا كل 600 ساعة تدخل تنفحص بهذه اوراق العمل، زين، و600 ساعه ثانيه و600 ساعه ثالثه وهكذا الى ان يصير 6000 ساعه مثلا. 6000 ساعه راح تدخل فحص ثقيل يسموه سي تشيك، ورا ما يكمل ينعاد الترقيم كل 600 ساعه. طبعا وكل طراز وحسب التشريع من الشركه المصنعه. نعم. النون روتين اللي هو اقصد به العطلات، هذا مثلا ماكو تشغيل ما يصير به عطلات بالتاكيد، فهذا يكون خارج عن المألوف، فتدخل الطائرة إلى الفحص سواء كان روتين تشيك أو نون روتين تشيك طبعا، ويعطى الوقت الكافي ضمن المينتنس مانيول أو دليل العمل مال صيانة لإعادة الطائرة للخدمة. طيب خلينا ننتقل إلى يعني مدى تعاونكم والعمل المشترك بينكم وبين سلطة الطيران. طبعا هو التعاون الحمد لله والشكر يعني على قدم وساق، واني من هذا المنبر احب ان اشكر سلطه الطيران على تعاونها رغم شدتها معنا، وهذا هو المطلوب حقيقه من السلطه، لانه اكو فد عمل مشترك بيننا. هم يدققون علينا، هم مراقبين انه يراقبونا في تطبيق المعايير الدوليه، في تطبيق معايير السلامه، الالتزام بالضوابط والارشادات. فحقيقه يعني بدون مراقبة تعرف يعني الأمور لا تؤخذ على محمل الجد، لكن هذا معمول به يعني عالميا. سلطة الطيران هي من اسمها سلطة بالتأكيد، وهي اللي تمنحنا الرخصة للطيران. حدثني عن الرحلات الداخلية، هل هناك بالنية زيادة عدد الرحلات الداخلية؟ طبعا أكيد، هو الزيادة ما تكون عشوائية أستاذ رافد، هي حسب العرض والطلب. نعم. احنا نمر خلال السنة بمواسم، موسم عالي موسم واطئ، هاي سيزن لو سيزن. طبعا اكيد من يصير يعني ديماند وطلب عالي نزيد الرحلات، من يصير قليل مثلا كشتة ومدارس وامتحانات راح تقل الرحلات، لكن هي زيادة الاعداد ما تكون عشوائية. يعني هو مو مثلا المواطن يقول عذرا يعني يقول ايش دعوة مثلا ما يطيرون ثلاث رحلات اربعة لهالمحطة هذه، هي خاضعة الى عرض وطلب، عرض وطلب، وخاضعة الى دليل عمل بالنسبة للطواقم التشغيل، الاوبريشن مانيوال بالنسبة للطيارين وللتضييف. هو عنده ساعات معينة باليوم لازم ما يتجاوزها يسموها الاكسيدنس، وكذلك التضييف وراها لازم ياخذ الريست اور اللي هي راحته يلا يقدر يطير مرة ثانية. بالتأكيد. فالمواطن حقيقة ما يعرف هاي التفاصيل، لكن يقول مثلا ليش ما سووها ثلاث رحلات ليش اربعة،
هي ساعات العمل تحددنا، العرض والطلب يحددنا، انواع التايبات وعدد المؤهلين على التايب يحددنا. واحنا نحكي على المواطن ومتطلبات المواطن. نعم. هناك يعني سجلت شكاوى كثيره للمواطنين عن تاخر بعض الرحلات الخطوط الجويه العراقيه. هو الحمد لله انه انت قلت بعض. نعم. هي شوف ماكو شركه ما بيها تاخير، لكن عدم العمل على تقليل مده التاخير هو هذا الاشكال. احنا حقيقه يعني صبينا جهدنا في هذا الشيء، والحمد لله قلت النسبه. يعني اخر تقرير وصلني عن تاخير الطائرات انه نزلت تقريبا 70% من التاخير السابق، فهي العافيه بالتداريج. احنا في طور اعداد الخدمات الارضيه بالشكل الصحيح، عندنا الاليات، قسم من الاليات بصيانه رصينه، زدنا عدد الموظفين لانه كان اكو نقص بالكادر، شكلنا لجنه لتوزيع الموظفين بالشكل الصحيح على حاجه الاقسام الفعليه. فالحمد لله والشكر هسه قلت، لكن ما وصلنا للغايه المنشوده اللي هي. طيب واحنا نحكي عن تاخير الرحلات الجويه في كل العالم. نعم. الرحلات الجويه عندما تتاخر تحدث هذه الاشياء. نعم. عندما تتاخر هناك خدمات تقدم او تعويضات تقدم للمسافر. نعم. احنا عاملين بهذا الشيء اكيد. يعني معي حثة كمدير عام لشركة الخطوط الجوية العراقية، صار أكو باد وذر، سوء أحوال جوية في أنقرة، مما أدى إلى أنه تأخر الرحلة إلى يوم ثاني لأنه نسد المطار. نعم. فطيت توجيه أنه ينزل المواطن للفندق بوجبات طعام ونقل على حساب الشركة. أيضا حتى في محطة أخرى في إسطنبول، هاي يمكن واجهتني خلال الإدارة 3 مرات، لكن أنا من حق المواطن على أي شركة ناقل أو أي شركة طيران أنه التأخير مو بسببه هو، بسبب الشركة. أكو ساعات عندكم محددة إذا زادت عن حدها لازم تقدم خدمات للمسافر؟ هي تبدي بعد 8 ساعات تأخير. نعم. تبدي هذه الخدمة تفعل. نعم. قبل 8 ساعات يعني يعتبر شيء طبيعي؟ قبل 8 ساعات خلينا نقول نوع من الهوسبيتاليتي، ضيافة. انه انت تقدم له وجبات الطعام، تقدم له الشراب، شاي، قهوه، معمول بهذا بمطاراتنا. نعم نعم. طيب لديكم رحلات طيران شحن جوي؟ نعم عندنا وجهات شحن، لكن حصة الاسد هي وجهه الصين. الصين كوانزو. نعم, نعم. هذه الرحله هي تجار تعرف، والتجار شغلهم شحن بضائع. نعم. فوعدنا ايضا محطات اخرى كان تكون دبي او تركيا بعض الاحيان. هذه الرحلات ثابته لو حسب الطلب؟ احنا هسه الرحله مجدوليها مره بالاسبوع. عدد الشحنات او وزن الشحنه مع عدد المسافرين يتطلب من عندنا تشغيل مره واحده بالاسبوع، بالاضافه الى انه هذه الطائره لازم تكون واسعه البدن ذات مدى بعيد. احنا هسه حاليا عندنا طيارتين، فإذا طيرت أكثر من رحلة بالأسبوع راح يصير عندي نقص في وجهة أخرى. نعم. هيك يعني هذا لهذا السبب موازنة. يعني. أستاذ رافت هي عملية موازنة، إنه أنت شلون شيء مرتبط بشيء. عفية. نعم. حسن. طيب يعني حددتم إنه التعامل بالعملة العراقية حصراً. هذه التعاملات يعني داخل وخارج العراق؟ لا هي حسب تعليمات البنك المركزي. نعم. الشركات اللي مثلاً متعاقدين معها حسابها داخلي لوكال بالعراق على التعامل بالدينار، القانون صريح وواضح. الشركات اللي حسابها بالخارج تعامل بالدولار. مثلا هسه انا اتعامل مع شركه بوينغ، اتعامل مع شركه ايرباص، ما اقدر احول لها دينار عراقي. بالتاكيد يعني. احول لها الدولار او اليورو. زين الشركات الاخرى اللي عندها تعامل ويا مزوده خدمات، كان تكون مزوده خدمات ارضيه او وقود، ما احول لها عراقي، احول لها الدولار. اما الشركات المحليه اللي حسابها داخلي حصرا بالعراق يكون التعامل بالدينار العراقي. طيب مستمرين وياك استاذ، لكن اسمح لنا فاصل. مشاهدينا فاصل وناول. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، واهلا بضيف الكريم. خلينا نتحدث بمحور اخر، هو عن الشراكات مع القطاع الخاص. هل لديكم شراكات مع القطاع الخاص؟ هل لديكم استثمارات مع القطاع الخاص؟ نعم،
اكو مثلا يكون قسم الاعاشه تموين الطائرات، هذا عقد مبرم قديم، تم تحسين الوجبات التي تقدم للمسافر. حقيقه صاحب هذه الشركه كان متعاون جدا في طلبنا بدون زياده بالاسعار طبعا، وتجهيز يسموه الدراي ستور اللي هو الشاي والقهوه والقلاصات الى اخره، بالاضافه الى انه صيانه الاليات لتشغيل الاعاشه ايضا عليه. حقيقه كان اكو تعاون من قبله، واصرينا احنا حسب توجيهات دوله الرئيس وحسب توجيهات معالي الوزير انه تكون الوجبات المقدمه للمواطن العراقي سواء كانت في اي يعني بزنس او ايكونومي هو في اي بي، والحمد لله والشكر يعني تحقق هذا الشيء. عندنا تطلعات انه نتعاقد مع مستثمرين في تشغيل الشحن الجوي، وهذه طبعا من النقاط الاساسيه المهمه. حقيقه الايرلاينز كاي شركه مواردها تعتمد على يعني اربع شغلات رئيسيه. اولها يجي هو الشحن الجوي، هو المصدر الرئيسي. ثانيها يجي الخدمات الارضيه، وثالثها الاعاشه، ورابعها التذكره. فالشحن الجوي ما انفعل حقيقه، فكان من ضمن اهدافي انه اشغل الشحن الجوي. الشحن الجوي بمتطلبات لازم تحصل على شهادات معينه. الحمد لله وفقت انه بعد ما قدمنا عروض او جتنا عروض تشغيليه كتشغيل مشترك، تم عقد مجلس اداره وتم احاله موضوع التشغيل المشترك الشحن الجوي مع شركه معينه ضمن متطلبات ومواصفات تصب في مصلحه الشركه. فان شاء الله راح يتم او تم رفعها الى الوزاره لغرض مصادقتها من قبل معالي الوزير. بعد ذلك راح نبرم العقد ان شاء الله وتتم عمليه. تطلعون لاستثمارات اخرى؟ اكيد اكيد. يعني مثلا يعني اكون صريح وياك فيما يخص الطائرات، هسه احنا عدد فليتنا 43 طائره، بغض النظر انه زقت شاغله زقت شغاله وزقت عاطله، مع العلم انه احنا عندنا خطه لعدد اكبر عدد خلال الست اشهر القادمه ان شاء الله. من الطائرات المتوقفه؟ من الطائرات المتوقفه نعم. مع وصول الطائرات الاخرى المتعاقد عليها ضمن عقد البوغ راح يكون عدد الطائرات كبير جدا بالقياس الى عدد وجهاتنا وعدد طواقمنا. النية انه يكون اكو استثمار في تشغيلها، تمنح الى شركات نظام التشغيل المشترك كأن تعمل شارترات او يسموها رحلات عارضة خارج قطاعات المألوفة للخطوط الجوية العراقية، اللي هي ايجار الطائرة، كأن يكون ايجار الطائرة مع طاقمها، ايجار الطائرة لوحدها يسموه درايليس، وتجيب ايرادات للشركة احسن ما موجودة يعني اون جراوند على القاع. نعم، فهذه من ضمن خططنا المستقبلية ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. حدثني عن هل هناك يعني مراقبة من قبلكم لدى وكلائكم من يعني انه يتعاملون بالدينار العراقي مو بعملة اخرى، انه ما يصير زيادة في الاسعار، هل هناك مراقبة يعني مباشرة من حضرتكم؟ هو المراقبة تصير بالنظام. نعم. لكن هذا يعني اذا نصيغه انه نقول ما بعد الاتمته. الاتمته تعطيك سيطره على اداره مفاصل الشركه. احنا الحمد لله والشكر وفقنا في ابرام احنا عقل. كان عندنا يعني موضوع انه نحكي على الاتمته، انت حضرتك دخلت بالموضوع. نعم، حدثني عن الاتمته. نعم. الخطوط الجويه العراقيه. يعني سوينا عقد ان شاء الله مع احد الشركات اللي هي شركه اودو. نعم. واللي وكيلها الايجاف. ان شاء الله راح يتم تفعيل العقد في بدايه السنه المقبله. هذه العقد يضم ثمان موجولات، يعني ثمان اشياء رئيسيه، وهي هي الاداريه، الماليه، التدقيق، القانونيه، العقود، الشحن الجوي، المخازن، لجان. هذه تتم فيها الاتمته بالتتابع؟ بالتتابع نعم. نعم. فكل مرحله راح يكمل قسم. العقد اللي برمناه هو 270 يوم عمل ويتم أتمتة الشركة بالكامل. هذا يتيح لي طبعا سيطرة كاملة على إيرادات الشركة، مراقبتها، تحركاتها،
وهذا في شيء مهم جدا. يعني ما معقول انه احنا بعدنا نستخدم النظام الورقي. لكن هذا مو معناه انه هسه الوكيل غير مراقب. عندنا حسابات فروع في القسم المالي، وعندنا شعبة الأنظمة في القسم التجاري. هذول بيناتهم كروس توك، يعني حديث مشترك. يراقب الوكيل مثلا، يقول له ودع لي هالقد، افتح له النظام، خلص الرصيد اغلق النظام. هذه متابعة من قبل الأنظمة ومن قبل الفروع ومن قبل مدراء الأقسام ومن قبلي بشكل مباشر. الأتمتة ممكن تفيد حتى في يعني تلبية الشروط مع الدول الأخرى؟ طبعا، هي من ضمن الملاحظات المسجلة كحظر أوروبي هو الأتمتة، أنه يقول لك الشركة ما مسيطر على إيراداتها، ما مسيطر على تحركاتها. الأتمتة تعطيك سهولة إدارة الشركة عبر شاشة واحدة. فالعالم كله تغير، كله صار ديجيتال بالتأكيد. نعم. يعني نرجع إلى موضوع الوجهات والسماح للطائر الأخضر. إحنا شقد استوفينا من الشروط حاليا، وشقد يعني خالين سقف زمني أنه ممكن يعود الطائر الأخضر لكل شعر. مكان هذا يقودنا إلى أنه إحنا تعاقدنا مع اتحاد الدول للنقل الجوي اللي هو الإياتا. نعم. العقد متكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى هو مرحلة التقييم، يسموها الأسسمنت، لشهرين فقط. هذا يجي يراقب الأقسام المعنية بالحظر الجوي، يسوي إعادة تقييم. بضوء على هذا التقييم راح يعد خطة بسقف زمني بزقد تكلف. تمام. وعلى ضوءها يرسم خطوات العمل في غلق الملاحظات المسجلة. حقيقة أنا تباحثت مع هاي الشركة هاتفيا، و يعني خلال لقاء حقيقي يعني صار في مقر الشركة. نعم. الوقت اللي من يعني توقعته الإياتا، وهي الجهة المعنية، والعقد مع الإياتا يضم الأيوسا والتي سي او. الأيوسا اللي هو الإياتا Operation Safety Audit، اللي هي إدارة السلامة، يعني إدارة التشغيل بشكل سليم، والتي سي او اللي هو المشغل، شهادة المشغل الثالث. شهادة المشغل الثالث. هذا قال من سنة ونص إلى سنتين. حقيقة لأنه إحنا يعني كادرنا مستمر في غلق الملاحظات ضمن متطلبات الإياسة، فهذا الشيء قال راح يسهل علي هواية من الوقت والتكلفة إن شاء الله. لأنه كان عروض، إحنا أخذنا أكثر من عرض اللي هو من شركة بوينغ ومن شركة لوفتهانزا، هذول طلبوا 3 سنين، لكن الإياتا طلبت من سنة ونص إلى سنتين. هذا يمنح به بعد ما تخرج السلطة أيضا، لأنه السلطة يعني لازم تخرج من نظام اليوسب اللي هو نظام التدقيقي، لازم تعبره وتجتازه. بغض النظر انه اذا شركة الخطوط حصلت على التي سي او كشهادة مشغل ثالث والسلطة لم تخرج، فمعناها ما نطير، احنا ما نقدر نطير، تبقى الطائرات بخروج السلطة. ليش؟ راح يعتبر المدقق اللي على المشغل بعدما مجتاز المتطلبات. فاحنا عملنا قلت لك مشترك مع سلطة الطيران. فهسه احنا نشتغل على قدم وساق، يعني انا واستاذ عماد، انا دا اشتغل على اليوسا والتي سي او، هو دا يشتغل على اليوسا، وان شاء الله يكون حليف توفيق لكم ان شاء الله. طيب قبل ختام البرنامج، حدثني عن خططكم المستقبليه. الخطه المستقبليه فيما يخص الصيانه، صيانه الطائرات، لانه حقيقه هذا اهتمام دوله الرئيس والسيد معالي وزير النقل. احنا طائره تونس مثل ما ذكرت لك، اللي كانت متوقفه ان شاء الله باكر او عقبه ترجع للبلد وترجع للخدمه، طائره الماكس راح ترجع قبل نهايه السنه. تم اعاده طائره من نوع 737 NG الى الخدمه بعد ما تم دفع مستحقات محركين من شركه KLM، تم تثبيتها على الطائره. ايضا عادت طائره ايرباص A320 للخدمه بعد تبديل منظومه ارجل الطائرات. المتوقع ان شاء الله خلال الاشهر القادمه، شهر 1 راح نطلق طائره 737 NG بعد ما توصل محركاتها من مصر. الشهر 2 ايضا راح تنطلق طائره ايرباص A320 بعد ما توصل محركاتها من KLM.
الشهر الثالث راح تنطلق طيارتين اللي هي 737 وسي ار جي. الشهر الرابع ان شاء الله تعود طائره الايرباص 330 للخدمه. هاي الطائره حقيقه من استلمت الشركه كانت بها محرك مؤجر، وكان المحرك مالتها نازل ورايح الى شركه صيانه. نعم. وفينا كل المستحقات الماليه ضمن السقف الزمني المحدد لايجار المحرك. تم اعاده المحرك وتثبيته للطائره، وتم انهاء موضوع ايجار المحرك بالكامل. لكن واجهتنا مشكله الهارد تايم او العمر الزمني لمنظومه الارجل الرئيسيه فقط، لانه النوز او الرجل الاماميه كانت يعني مستبدليها بالاداره السابقه. هذا النوع شويه نحس يسموه انهانس، فما موجود بالسوق وبالماركت، مما ادى الى عدم نجاحنا في استحصال عروض. كان اكو عرض حقيقه من استلمت الاداره، لكن العرض ما كان مستوفي جميع الشروط والضوابط، لذلك هملت اني لانه بي يعني عده خروقات. هسه حاليا في إدارة القسم الفني الجديدة، نعم. الحمد لله والشكر حصلنا على عرض من شركة أم، وإن شاء الله متوقع أن تعود الخدمة في الشهر الرابع. تحدثنا فقط عن الطائرات المتوقفة واللي إحنا دا نشتغل عليها حتى ترجع للخدمة، نعم. ما تحدثنا عن الطائرات الجديدة والعقد الجديد والطائرات اللي وصلت واللي ما وصلت بعد. تمام. نعم. هو عقد البوينغ بالنسبة للطائرات الحديثة يضم 26 طائرة، 10 طائرات من نوع دريم لاينر 787-8، ويضم 16 طائرة 737 ماكس. نعم. الماكس انقسمين قسمين، داش 8 وداش 10. وصلت طائرات دريم 2، وإن شاء الله بسنة 25 و26 و27 و28 على طيارتين طيارتين، فيكمل العدد 10. بالنسبة للماكس وصلن 6-8، وإن شاء الله على السنة القادمة وبالتتابع راح توصل الداش 8 الداش 10 عفوا. هذه تعتبر من الطائرات المتطورة جدا لمسافات طويلة. ال 787 هي مسافات طويلة، نعم. وال 737 ماكس هي المسافات القصيرة والمتوسطة، نعم. هذه الطائرات حقيقة حديثة جدا، تكنولوجيا عالية، منظومة انترنت بها، جسم الطائرة يختلف بالنسبة لدريم لاين على الأجسام الأخرى، مصنوع من الكربون فابريك. هذا الكربون فابريك يخلي المسافر من يطير بالطيارة ما يشعر بضغط الطيارة وانزعاجه، بالإضافة إلى أنه مزودة بمنظومة الهيوميديتي أو الرطوبة اللي يتيح له سهولة التنفس، والبشرة يعني حافظ عليها تكون يعني سوفت أحسنت، نعم. بالإضافة إلى أنه قلت لك مزودة بشاشات خدمة اللي هي انترتينمنت سكرين، وكراسيها مريحة هادئة ضوضاء ما تسمع لها، طائرة يعني هي طائرة الأحلام حقيقة. كان اهتمام الدولة العراقية. هذه كم طائرة وصلتنا؟ وصلتنا طائرتين من أصل 10. من أصل 10؟ نعم. وكل سنة طائرتين؟ كل سنة طائرتين بعد يعني من 25. أنه ممكن أنه مع تصليح المتوقف مع هذه الطائرات أنه راح يضاعف أسطول الخطوط الجوية إن شاء العراقية؟ الله، نعم نعم. هسه مثل ما ذكرت لك تقريبا 6 طائرات إحنا خلال جدولنا، بالإضافة إلى ورود طائرات الماكس، إن شاء الله يكون يعني مترهاين مثل ما يقول. خططنا المستقبلية باختصار عدل صيانة؟ خطط المستقبلية قلت لك هو تطوير نظام الحجز الأونلاين، فتح وجهات جديدة، تغطية جميع المحطات اللي يرغب لها المسافر العراقي، نعم. واللي بيها طبعا أكيد جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل الشحن الجوي، يعني مشتغلين على قدم وساق على أنه تم عملية أتمتة الشركة بالكامل. عندنا يعني تطوير الموارد البشرية بفروعها سواء كان قانونية تدقيق. حقيقة سألتني سؤال عذرا هسه تاح لي، انه هو دعم الحكومة للناقل الوطني، نعم. الحكومة ايضا دعمتنا في سعر الوقود، يعني سعر الوقود هو على النشرة العالمية، لكن منحت الخطوط بقرار من مجلس الوزراء 80% تخفيض، تختلف عن النواقل الاخرى.
فأني من هذا المنبر أحب أن أشكر دولة الرئيس على هذا الثقة وهذا الدعم المستمر، والله لا يحرمنا من عنده. وإن شاء الله وأشكر أيضا معالي وزير النقل على الاهتمام والحرص. حقيقة قلت لك الحكومة جادة 100% لتطوير الناقل الوطني وتحسين الخدمات للمواطن العراقي، ومنافسة شركات الطيران العالمية، وإن شاء الله نوفق إن شاء الله في هذه المهمة. وكل هذه الجهود هي صب في مصلحة العراق بالتأكيد. أكيد. السيد مناف عبد المنعم مدير شركة الخطوط الجوية العراقية، كن ضيف عزيز علينا، شكرا جزيلا لك. أنا أشكرك. نتمنى لكم كل التوفيق بعملكم. سلمك الله، شكرا جزيلا. مشاهدينا حتى ألتقيكم في حلقات قادمة، في أمان الله.